جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من إخواننا المسلمين يقعون في مثل هذه الأخطاء شيخ صالح. يأتي الواحد منهم بقصد الحج لكنه يؤديه بطريقة تشبه هذه الطريقة. هل من كلمة عامة لإخواننا المسلمين إذا ما أرادوا المجيء للحج أو العمرة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلم في الحج وغيره من العبادات أن لا يدخل في شيء من العبادات إلا بعد أن يعرف أحكامه وكيف يؤديه، فعليه أن يقرأ وأن يسأل كيف يحج وما هي مناسك الحج، ثم أيضا يكون مع رفقة تعرف أعمال الحج يمشي معها ويفعل مثل ما تفعل. هذا هو السبيل إلى أداء المناسك الحج على الوجه المطلوب، إما أن يقرأ ويسأل ويطبق ما عرف، وإما أن يسير مع أناس يتقنون أعمال الحج فيعمل مثل أعمالهم. هذا هو الواجب عليه. أما أن ينفرد بنفسه وهو لا يعرف ويخلط بأعمال الحج أو أعمال العمرة على جهل، هذا أمر لا يجوز ويوقعه في الخلل والنقص وربما في بطلان العبادة التي جاء من أجلها. نعم.